استاذ رمضان يتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ فضل ونعم الحمد لله. ربنا يخليك. والله كنت عايز اسال حضرتك كده على زكاه المال. انا كنت طلعت كومسيون طبي على المعاش. طيب، وخدت فلوس نهايه الخدمه. وخدت فلوس نهايه الخدمه وربطت من وعملتها في شهاده. وعملتها في شهادتين. عملت مش كلها، هو في مبلغ نص المبلغ بره لسه. طيب، انا شايله في البنك عادي يعني. طيب، فانا عايز اعرف بقى، لان عدى عليهم سنه دلوقتي، انا عايز اعرف اطلع عليهم ولا ما. وبلغوا النصاب، يعني بلغوا ما يساوي 85 جرام ذهب بالظبط كده. انا فاهم حضرتك يعني. واضح ان انت يعني في فلوس تانية تنفق منها، ولا الفلوس دي بتاخدها عشان تصرف على البيت؟ سواء معاش الفلوس. باخد معاش غير دي حضرتك، شال من البنك عادي يعني. يعني انت دلوقتي عندك معاش بتصرف منه غير الفلوس اللي انت حاططها رابطها في الشهاده دي؟ بالظبط كده. والفلوس اللي انت بتاخدها في المعاش مكفيه انفاقاتك؟ الحمد لله مكفيه، في مشروع صغير كده شغال. يلا ربنا يعني يبارك لك. يبقى نطلع. عندي بنت، وعندي بنت هتتجوز يا رب، ربنا يكرمها يا رب ويفتح عليها وان شاء الله يجعلها في سعادة. اجهزها ولا اطلع ولا اعمل ايه؟ ما اعرفش. انت هتجهزها وتطلع ان شاء الله، ربنا يوسع عليك ان شاء الله. احنا هنطلع 10، هنطلع على هذا المال بدل ما بننفقش منه. هنتعامل مع ده زي بالظبط المال اللي محطوط في البنك، يعني هنتعامل مع الشهاده دي زي ما المال التاني، لان احنا عندنا فلوس اخرى، فهنطلع منها 2.5% على المبلغ كله. خلاص؟ على اللي هما الشهادتين؟ على الشهادتين. طيب والباقي ايه؟ ما في غير شهادتين فلوس متشاله تاني في البنك برضه؟ كل الفلوس، كل الرصيد ده، هتحسب الرصيد كله وتطلع عليه 2.5% يا حاج رمضان. 2.5 هنا و2.5 هنا يعني. بالظبط بالظبط، لان يعني كله هو كده بلغ حضرتك النصاب يعني. تمام، بس بالظبط كده. ربنا يجعلك في ميزان حسناتك ويوسع عليك يا حاج رمضان. نعم.